الجمعة هو عيد المسلمين وفرصة لقاء الناس ببعضهم البعض، لكنها باتت اليوم مجرد تجمع لدقائق يردد فيها الإمام خطابا لا تخشع قلوبا ولا تحيي ضمائر. فالكثيرون ينتظرون رفع المؤذن للآذان الأخير قبل أن يتجهوا للمسجد في الوقت البدل الضائع، حاملين على أكتافهم سجاداتهم ليفترشوها في الأرصفة والطرقات. بعد مصلين يجيوا الله يهدينا ويهديهم على كل حال، يجيبوا المال، يجيبوا السجادات تاعهم، كي قريب تقوم الصلاة وخلاص الجمعة يجيبوا السجادات ويضيقوا على الناس اللي يجي بكري. من المستحسن يجي بكري ويحكم بلاصتو، كي يقرب التالية يجي يحط السداجة تاعه ويصلي عند الباب تاع الجامع. هذه قاع مشي ظاهره، ويجوا يدخلوا الجامع راه كبير داخل المسجد، راه كبير داخل المسجد يتقدموا. هذه بكري ما كانش، ودروك راه كاينه، كاين الناس نقيين وكاين الناس بعدا يجوا يتوضا في الجامع الداخل، يتوضا يستنجا ويتوضا، وبقى العرق تاع كريعي حاشاكم انتم اكسكيوز انا باش تسمحوا لي، كاين تاع كريعيه وتاع كسمو يحط يديه في الماء ويحط راسه. البعض يصلي خارج المسجد بحجة الاكتظاظ، وآخرون همهم الوحيد الانصراف بسرعة. فنرى بعض المصلين يصلون في الشوارع ويعرضون عن أداء صلاة الجمعة في المساجد، وهذا مما يعطي صورة غير حضارية وغير مشرقة للإسلام. والذي يصلي خارج المسجد والمسجد فارغ فإنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في إتمام الصفوف ويقول من وصل صفا وصل الله. وكذلك نرى بعض المصلين بمجرد دخولهم إلى المسجد يصلون على الأبواب فيمنعون المارة من دخول إلى المسجد، وهذا العمل منافي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نوع من الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لقد صار التأخر عن الجمعة عادة لدى هؤلاء، البعض يعللها بأن درس الجمعة ليس في المستوى.